مخيم هي أبو هشام، لا مية لا أكل لا شرب، مخيم بجرن عند الملعب، بس شيلهم عنا هالمي، المد غدا مي، لا صوبة لا شية، مدنا غدا مي، وين ننام وين نقعد؟ مشان محمد شيلهم عنا هالمية، ما احنا رايدين شية، رايدينكم بس شيلوا عنا هالمي، داخل على الله عليكم. روح على البيت، روح على البيت، وين رايح؟ روح على البيت، يعني المطر روح. حبيبي تفضل تفضل، ما يطلع البرد. الله يواليك الكرم. احنا ما يقل شيء 800 عيلة بمخيم مجرم بكفر عروق، وطفنا من المي، واكثر الخيام راحت، اكثر الناس راحت نامت عند الناس بالبيوت، وناس طافت يعني ما تقدر تطلع، وما جت فرقة الغاز ساعدتنا، ولا تدفئة ولا تبحيص ولا والاولاد التعبوا بحظها من البرد. تذكر المسكين عاش في المسائل، لكن لكن لا شرب. محمود محمود نحن من ريف معرة النعمان، مخيم البحيرة في كفر يحمول، استعدادنا اشو ديك طلع فيها الارض الحمراء، لا لا بحص لا شيء لا شياتين، خيام ما بتشر علينا مي، الاولاد غرقوا وما في مساعدات بنوب ولا عم نشوف شيء، يعني الوضع سيء جدا جدا سيء لابعد الحدود. خليني نشوف معك السامي بعدين. وين؟